عشان تعملي المعاملة دي. فضحتني وجرستني، أنا واحدة ست شريفة ماليش غير سمعتي. ما تزعليش مني، من النهاردة خلاص مفيش حاجة هتحوشني عنك. يا صابر اعمل معروف ابعد عني، سالم لو جه ولقاك هنا يذبحني. ده الدنيا كلها في كوم وشرف العيلة كوم تاني. أنا محسوب العيلة وشرف العيلة. خدي. إيه ده؟ دي هدية سلحنة. مش عايزة منك حاجة، أنا سمعتي عندي بجواهر الدنيا كلها. أنت أغلى من أي جوهرة في الدنيا. أنا بحبك يا سرية، ما تحرمنيش منك، ما تحرمنيش إني أشوفك، ألمسك. سرية اعملي محروم. يا خرابي! شرط انا موافق عليه قبل ما تقولي. العصمة تكون في ايدي. في ايدك، بحبك، المهم نتجوز بسرعه. اتجوز سرعة؟ لا، يستحيل الست دي توسخ البيت اللي عاش فيه امي. اخرس هنا هنا، الست دي اشرف واحده في الدنيا. بابا من فضلك تاخر حكايه الجواز دي شويه. مش هرجع. بابا ارجوك حاول تفهمنا، لو حضرتك اتجوزت الست دي انا هسيب البيت، مش هشوف وش تاني في 60 داهيه. انت بتهددني؟ دي حياتي وانا حر فيها. اتفضلي يا روح. بقى عقبالك وعقبالي.
وبعدين معاك يا سمار، هتفضلي مخصبة الدنيا كده لحد امتى؟ حرام عليك يا بنت تدفني جمالك في السواد اللي انت فيه ده. ده انت لسه صغيرة وقدامك الحياة ما شاء الله كلها أيام سعد وهنا. أنا دفنت ساعات يومانية مع المرحوم. يا بنت الناس، يا بنت الناس، إرادة ربنا هتحترضي؟ ربنا خلقنا الدنيا حلوة وجميلة علشان نتمتع بيها مش نتعذب فيها. ده الدنيا جميلة والحياة قصيرة، لازم نعيش يا سميرة. وإيه طعم العيشة بعد ما ضاع مني كل اللي بحبه؟ ماما وشريف. أهي بقى مالكيش حق فيها. أخوك شريف ده لو بيحبك نص ما أنت بتحبيه، ما كانش سابك وهاب. صباح الخير يا بابا. أهلا أهلا بالأستاذ، اتفضلي. لا أنا مش قادرة، اتفضل. عندي محاضرة بعد نص ساعة. قول لي أخبار عربية إيه؟ أخبار عربية الأستاذة إيه يا شريف؟ جاهزة. صباح الخير يا عيسى ليلى. صباح الخير. هي العربية جاهزة بس لازم أجربها الأول. طب خدي معاك علشان أطمن بنفسي. اتفضل. خلي بالك من العربية هنا لحد ما اجرب العربية التانية. وين؟ اتفضلي. لا استنى عندك، وانا علشان اطمن بنفسي لازم انا اللي اجربها. اتفضلي. برافو عليك، اهو كده العربيه انظبطت تمام. ما كانش فيها حاجه، مجرد ظبط موتور. لا ازاي بقى يا باشمهندس، ده انت باين عليك ميكانيكي شاطر قوي. متشكر. قولي كنت بتشتغل فين قبل كده؟ ما كنتش. امال اتعلمت الميكانيكا فين؟ في كليه الهندسه. انت في الجامعه؟ كنت. طب وسبتها ليه؟ ايه اللي خلاك تيجي تشتغل في الورشه عندنا؟ دي حكايه طويله يعني سلايله. تتضايق لو قلت لك نفسي اعرفها؟ اتضايق قوي لاني ما احبش افتكرها. ازاي؟ ازاي تسيب الجامعه وانت فاضل لك سنه واحده وتخلص؟ لازم اعيش. ما انت ممكن تعيش وتدرس في نفس الوقت. ازاي؟ انا اقول لك ازاي؟ انت تروح الجامعه الصبح وبعد الظهر تشتغل. ومين صاحب شغل هيرضى كده؟ بابا، انا ممكن اكلمه وانا متاكده انه هيوافق. مفيش داعي. لا في داعي، وفي داعي اكتر ان انت تسيبك من حاله الاكتئاب اللي انت عايش فيها دي. داعي بقى ان احنا نمشي دلوقتي عشان الحق المحاضره بتاعتي. من ساعه ما شفتك وانا عايش في جحيم. بسبب ايه؟ بسبب قلبي. ليه كده؟ حبيتك يا سميره وبتعذب. عمر الحب ما كان عذاب الا في حد. مالها حد؟ انت فين وانا فين؟ انت بنت صابر الجندي التاجر الغني، وانا حيالله حته مستخدم عنده. صغير بيكبر يا سامي. بابا نفسه ما اتولدش تاجر كبير، ده اشتغل وتعب وكافح لحد ما وصل اللي هو فيه ده. ايوه، لانه لقى الست اللي تقف جنبه. مين قالك انك لوحدك؟ افهم من كده يعني ان يلا بينا عشان انا ابقى خالص. سميرة، سمارة، سمارة. ايه يا سمارة؟ انا يا اخي بقولك يلا بينا.
ألف مبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا حاج. على إيه؟ على شقة جديدة. شقة إيه؟ شقتك. مش أحسن من نوم اللوكال ده؟ أحسن بس هجيب خريو الشقة منين؟ أنا يا ابني لا باخد خريو ولا مقدم. دي شقة في عمارتي. شقة شرحة وبرحة وترد الروح.